ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس وده فيديو جديد، والنهارده الفيديو اللي انا وعدتكم بيه اللي هو ازاي هنستخدم فيرن لوفلي كبديل للفاونديشن. وانا غسلت وشي وسبت بشرتي كده عشان نبدا الخطوات كلها مع بعض. وانا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات انا بشرتي تعبانه اليومين دول وعملت غلطه غبيه، هطلع اكلمكم عنها وازاي يعني بعالج الغلطه اللي انا عملتها دي عشان ارجع بشرتي تاني زي الاول. اللي حصل ان انا عملت حاجه غبيه، خليت وشي كله قشور ووشي بهتان ووشي شكله تعبان طول الوقت، مع كمان الحراره والشمس، وكمان عشان انا بنزل في الشمس كل يوم وشي اتدمر بجد. فبكلمكم عن الموضوع ده، فهوريكم بقى اللي هو ازاي نداري الكارثه دي بالميك اب من غير ما نجهد بشرتنا في نفس الوقت بالمكياج. فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، دوسوا على زرار الجرس لو انتم حابين تشوفوني تاني، ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب خلينا نبدا بقى الخطوات مع بعض، وهقول لكم واحده واحده كده احنا هنعمل ايه. اغسلي وشك وتعالي نبدا الخطوات. والحاجات اللي هقول لك عليها كلها اللي هستخدمها النهارده، ايا كان انت ايه نوع بشرتك الخطوات دي هتمشي معاكي بنفس المنتجات اللي انا هستخدمها بالظبط. لو في تعليق على حاجه هقول لك عليه الاول. زي ما اتفقنا احنا هنستخدم فيرن لوفلي كبديل للفاونديشن. الناس اللي عندها اي كونسرن او اي قلق ناحيه الكريم ده، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع فيرن لوفلي بكل الشرح بتاعه بالمكونات بتاعته بكل حاجه، بحيث ان انت تبقي فاهمه احنا بنعمل ايه. طيب اول حاجه هستخدمها، بما ان كريم الفيرن لوفلي ده شويه بيخلي البشره مات زياده عن اللزوم زي ما اتكلمنا في الفيديو، ان هو كريم محتاج الاول ان انت ترطبي وشك ترطيب قوي جدا 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 قبله، لسبب لانك لو استخدمتيه كده على طول هو هيبهدل وشك وهيخلي وشك يقشر وهيخش جوه القشور. فبما ان انا شخص بشرته دهنيه وفي نفس الوقت انا محتاجه ارطب، فانا رحت اختصرت واخترت ان الصن بلوك بتاعي يكون فيه نسبه ترطيب عاليه. في العادي الصن بلوك ده انا ما بحبوش وما بستخدموش، وعامله لكم فيديو كامل عن كل انواع الصن بلوك وقلت لكم ايه نوع الصن بلوك اللي انا بحب استخدمه، وعملت ريفيو عن انواع صن بلوكات كتير، وكنت قلت لكم ان بتاع ايفا ده هو مناسب بس للناس اللي بشرتها جافه، فبالتالي احنا كناس بشرتها دهنيه هنعتمد عليه مع الكريم بتاع فيرن لوفلي، ولو حد بشرته جافه فهو هيرتاح على الصن بلوك ده اصلا لانه بالفعل مرطب. فانا هلحق وشي بقى وارطبه عشان خاطر انا وشي متبهدل دلوقتي. اللي عايزه اقوله ان الصن بلوك بتاع ايفا ده للاسف فيه عيب كمان، ان هو بيسيب وايت كاست، والوايت كاست دي برضو انا قصدت ان انا استخدم بتاع ايفا مخصوص عشان خاطر هقول لكم انا هستغل الوايت كاست دي ازاي. هوزعه على بشرتي كده واجي لكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي، وكمان انا اصلا مش شايفه فمحتاجه ان انا اشوف. بصوا بقى كده ده شكل البشره بعد ما وزعت الصن بلوك. طبعا هي بتلمع ومبهدله الدنيا جدا، فدي حاجه حلوه لو حد بشرته جافه، لو حد بشرته دهنيه زيي طبعا انتوا عارفين ان مش ده اللي انا بستخدمه، بس بعد الوقت هتفهموا انا ليه استخدمت ده بالذات. دلوقتي بقى كمان هرطب شفايفي، هستخدم الليب بالم بتاعه شان دي، بحب استخدمها في البيت بس بما ان يعني مش نازله فانا هستخدمها معاكم دلوقتي. ما تحطوش منها كتير عشان هي بتعمل شويه زي كلكعه كده، وكنت برضو عامله لكم فيديو عن الليب بالمز لو انتوا عايزين تختاروا ليب بالم كويسه. المهم بعد ما سبت بشرتي تتشرب شويه الصن بلوك، هنبدا بقى نستخدم الكريم بتاع فير اند لوفلي. هوريكم بقى تاثيره على البشره ازاي لما بنديله فعلا ترطيب كويس، والروتين اللي انا هعمله النهارده بتاع الميك اب والسكين كير اللي انا هستخدمه ده مناسب جدا جدا لاي حد بيعاني من الهالات، بيعاني من اي تصبغات في البشره، او بيعالج بشرته عايز ان هو يفتحها او يخليها احسن من غير ما يستخدم حاجات كتير مؤذيه على البشره، فاهمين؟ دي الكميه اللي انا هستخدمها، فهبدا ان انا اوزعها بقى على بشرتي كانه كريم عادي جدا، وده هيبقى البيس بتاعي كبديل للفاونديشن لاننا مش هنستخدم فاونديشن النهارده. شايفين الطبقه البيضة اللي هو بيعملها دي؟ هو بيدي حرفيا زي تنويره فوريه في وشك، بتحسي ان انت بشرتك بالفعل نورت، وان انت يعني حاسه ان في اختلاف حصل في بشرتك وبشرتك بقى شكلها حيوي اكتر. اللي هيعمله بقى كريم فيرن لوفلي مع الصن بلوك بتاع ايفا ان هو هيطفي اللمعه بتاعته، وفي نفس الوقت هيتوزع بشكل اسهل وانعم عشان خاطر كريم فيرن لوفلي زي ما اتفقنا شويه مش من الكريمات اللي ينفع تتحط كده على طول لانه بيخلي البشره مات زياده عن اللزوم. ممكن ان انت لو حاسه اللمعه بتاعه الصن بلوك بتاعه ايفا
كتيره عليكي، ممكن تستخدمي اي نوع صن بلوك بيريحك، وبعد كده تستخدمي الفير اند لوفلي. انا عشان زي ما قلت لكم بشرتي بتعاني اليومين دول، فكان لازم احط حاجه ترطبه عاليه قوي عشان فير اند لوفلي برده ما يضايقنيش. وده غير ان هو هيبقى نفس الخطوتين دول مناسبين لاي حد من اي نوع بشره. وعايزه اقول لكم ان احنا لما نحط ميك اب يفضل ان احنا نستخدم حاجات مرطبه، بحيث ان المكياج يبقى شكله انعم على البشره. المفروض نستنى 5 دقايق البشره تتشرب وتمتص كل ده عشان نبدا الخطوات اللي بعدها. على بقى ما بشرتي تمتص كل حاجه هستخدم كريم العين، بستخدم الاي كونتور بتاع ايفا، وهو المفروض بيجي منه درجتين. انا جبت درجه واحد دي، والمفروض ان هو نوعا ما تدي زي لون، بس هي مش بتدي لون بصراحه. فانا بستخدمه كترطيب لمحيط تحت العين، وفي نفس الوقت بما اني يعني بشتغل على موضوع الهالات ده، فالكريم بتاع العين ده هيكون كويس. فاحنا شبه بنعمل زي سكين كير، وفي نفس الوقت بنظبط وشنا ان هو يستقبل مكياج ونقلل الضرر، ونستخدم حاجات تكون مفيده للبشره قدر الامكان، تمام؟ بحيث ان انا الروتين اللي عملته بالليل قبل النوم، سواء لعلاج الاثار الحبوب والتصبغات او الـ يعني الهالات بتاعه العين، الصبح اكون بستخدم خطوات تخلي الخطوات اللي انا بعملها بالليل دي تشتغل وتبقى فعاله اكتر. فاهمين قصدي؟ كنت عامله لكم فيديو كامل عن كل كريمات العين، هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس، هيساعدكم لو انتوا عندكم هالات وتعرفوا تستخدموا كريم ايه لعلاج الهالات. زي ما اتفقنا هنسيب البشره تتشرب بقى كل ده ونبدا في الميك اب بتاعنا. نفسي ان انتوا تشوفوا الموضوع على الطبيعه اكتر، لان الكاميرا مش موضحه كل حاجه بنفس شكلها، بس هو شكله ألذ بكتير في الحقيقه كل الحاجات اللي حطيناها دي من على الكاميرا. بس يعني خلينا نبدا في باقي الخطوات. الخطوه بقى اللي بعد كده هتيجي هي خطوه الكونسيلر. احنا زي ما اتفقنا مش هنستخدم فاونديشن، وفي نفس الوقت بما اني مش عايزه استخدم حاجه تاذي بشرتي، فانا عايزه استخدم حتى لو هحط كونسيلر انه يكون حاجه شويه علاجيه، او على الاقل بتساعد في روتين العلاج اللي انا بعمله. فانا عشان كده اخترت الكونسيلر الطبي بتاع درماتيك، وكنت عامله لكم فيديو كامل عنه قبل كده، وقلت لكم ان هو مناسب قوي لو حد بيعمل روتين ان هو يفتح تصبغات يعني في وشه او تحت عينه، ان هو يقدر يستخدمه كفاونديشن او ككونسيلر. فانا دلوقتي هستخدمه ككونسيلر بس، لاني مش عايزه استخدم فاونديشن، وهبدا ان انا اسيب الكونسيلر تحت عيني. وبما ان هو يعني كونسيلر طبي فهو امان جدا، فما تقلقوش تماما، ومش هتحسي ان انت بتعملي حرفيا مكياج. وهو كمان تغطيته خفيفه، يا دوب بيدي نسمه لون كده. فانا لو عايزه اتقل الكفرج بسيبه على تحت عيني شويه، وبعد كده ان انا ببدا ان انا ادمجه، وبدمج كل حاجه بصوابعي. هبدا ان انا ادمجه تحت عيني كده. الدرجه هو منه درجتين، درجه فاتحه ودرجه غامقه، اللي هي دي اللي هي ورم لايت، دي الدرجه بتاعتي، وينفع مع اي حد بنفس درجه بشرتي، تمام. الدرجه اللي هي الميديوم دي تنفع لحد الهالات بتاعته اغمق، او هو اغمق مني في درجه بشرته. فانا دلوقتي بعمل الكونسيلر، بصوا هو حسن جدا جدا من شكل الهالات تحت عيني، وفي نفس الوقت مناسب جدا لو انا يعني عايزه احافظ على الروتين اللي انا بعمله طول الوقت العناية، وان انا بعالج الهالات ومش عايزه استخدم الصبح بقى حاجه كاني ضيعت كل الحاجات اللي انا كنت بعملها بالليل. انا اسفه لو الاضاءه كل شويه تروح وتختفي، بس عشان الشمس بتروح وتيجي مش عارفه ليه. ده كده المنظر لو احنا هنستخدمه لتحت عينينا بس. لو عايزه ان انت تستخدميه على وشك كله اعملي كده عادي، وما تقلقيش ما فيهاش اي مشكله. طيب دلوقتي بقى الخطوه اللي هي بتعتبر ألذ خطوه، اللي بتدي شويه حيويه للوش، مش بتخلي هو شكله فلات كده، هي الخطوه بتاعت البلوش. وفي خطوه كمان عايزه اقول لكم عليها، ممكن ان انتوا بعد ما حطيتوا كريم فير اند لافلي وقبل ما تحطوا البلوش، لو انتوا مش عايزين ان انتوا تملوا وشكم من الكونسيلر او كده، وعايزين شكل البشره يكون انعم او تطفوا شويه اللمعه، ممكن تستخدمي برايمر. وكنت عامله لكم فيديو كامل عن كل انواع البرايمرز اللي انا هستخدمه النهارده. ده بتاع مايت سينما، وده يعني عباره عن برايمر كده بيخلي البشره مات وشكلها انعم. وده ممكن ان انت تستخدميه في اي مكان عندك فيه مسام على وشك زي كده، هحطوه على الخدود. ولو انتوا مش عايزين تحطوا كونسيلر اصلا وتكتفوا بس بالخطوات اللي عملناها مع البرايمر، الدنيا هتبقى تمام جدا، لانه هو بينعم فعلا من شكل البشره. طبعا مش هقرب بقى من تحت عيني، لان انا مش ناويه اقربه اكيد من تحت عينيا،
ممكن تزودي البرايمر ده في الكورنرز بتاعت المناخير بتاعتك او في اي مكان انت حاسه ان انت عايزه شكل بشرتك يكون انعم، ومش ناويه ان انت تحطي فاونديشن. وانواع البرايمرز كتيره جدا، وكنت اتكلمت لكم عنها بالتفصيل وازاي تختاري البرايمر المناسب، لان البرايمر هو زي خطوه كده بتتحط قبل الميك اب بتثبته وبتخلي شكل البشره انعم واحسن، وبيستهدف اي مشكله في بشرتك سواء مسام او احمرار في بشرتك، او لو عايزه شكل بشرتك يكون انعم كانك حرفيا حاطه فلتر على وشك. بس كده، وهسيب البشرة تمتصه. وانا استخدمت الخطوة دي بحيث ان انا لما اجي استخدم البلاش، البلاش يثبت على وشي اطول فترة ممكنة ويبقى شكله انعم ويداري المسام، بما اني مش هحط فاونديشن واكتفيت بالكونسيلر بس. دايما يا جماعة لما تحطوا اي حاجة على بشرتكم استنوا شوية ان البشرة تمتصها تمام، لكن الكونسيلر دايما قبل ما تيجي تستخدمي اي منتج تاني حاولي ان انت تعدي بس عليه كده بايدك، تتاكدي ان هو لسه ناعم على بشرتك. احنا كل ده حسنا من شكل البشره في نفس الوقت، شكل وشنا ما اختلفش، خصوصا لو انت حد ما بيحبش يحط مكياج او مش عايز يهلك بشرته في المكياج. عايزه تشوفوا بس شكل البشره، المسام انا عندي مسام كتير جدا، المسام بقى شكلها انعم بكتير. فجي دلوقتي الخطوه بتاعه البلاش، هستخدم البلاش بتاع مايت سينما الدرجه اللي معايا دي 203 تمام. هي الدرجة دي على بينك كده وشكلها لطيف جدا، هو كريمي قوي وبيجمنتد اوفر، فانا مش عايزة اخد غير كمية صغننة جدا بحيث انها لما اوزعها على وشي تكفي وشي كله من غير ما تبقى اوفر على بشرتي او شكلها مريب. والبلاش هو اللي هيبقى شوية بيعمل شكل في وشك وحيوية، لان مش عايزين البشرة تبقى كلها فلات كده. ممكن كمان ناخد حته صغننه منه ونحط عند عينينا، عند دقننا كمان، بحيث ان هو يدي شكل. انا ولا هستخدم فرش ولا اي حاجه، ممكن بس يمكن خطوه واحده اللي هستخدم فيها فرشه بس مش دلوقتي. بس كده، وده هيبقى شكل البشره مع البلاش. طبعا كل حاجه بتتوزع بسهوله جدا لان احنا مدين ترطيب حلو للبشره، فالبشرة هيبقى شكلها انعم. الخطوة بقى اللي بعد كده، وهي خطوة التثبيت، والخطوة دي انا عايزاها عشان خاطر تثبت لي الكونسيلر تحت عينيا وتثبت البلاش كمان، وفي نفس الوقت بيديني زي كوفرج بسيطة لوشي. فاللي انا هستخدمها دي اللي هي بتاعت ام ان دي، شكلها والدرجة دي رقم 3. لو انتي نفس درجة بشرتي تستخدميها تبقى حلوة قوي، كميتها لذيذة ومعاها سبونج كده، فهتحسي ان انت مش محتاجة اي حاجة تانية. هي شفافة وفي نفس الوقت بتدي زي لون خفيف كده على البشرة، بتخلي شكل البشرة انعم واحسن. فهبدأ ان انا اثبت كل حاجة. تقدري تستخدمي كمان كومباكت باودر تكون ليها درجة تغطية عالية، بحيث ان انت تبقي استغنيتي عن التغطية العالية بتاعت الفاونديشن وعوضتيها بالباودر. واللي اعتمدنا عليه فكرين فيرن لوفلي ان هو يحسن بس من شكل البشرة نفسها تمام. طبعا الباودر طفت كل اللمعة كمان، عشان زي ما قلتلكم ان ايفا بتعمل لمعة غبية قوي. في العادي لو انت عايزة تستخدمي صن بلوك يكون مات اكتر استخدمي، اهم حاجة يكون بس في نسبة ترطيب حتى لو بسيطة عشان فيرن لوفلي ما يضايقكيش. وده كده هيبقى شكل البشرة. عشان بقى اثبت شكل البلاش هحط كمان فوقيه بلاش باودر، والبلاش ده كويس قوي وثباته حلو قوي، لان بتاع مايت سينما الكريمي ده مش اكتر حاجه بتثبت في الدنيا بصراحه. كنت عامله لكم فيديو كامل عن كل انواع البلاشز الكريمي اللي جربتها، هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس. هستخدم الباليت دي من بريتي وومن، شكلها لذيذ قوي وفيها اربع درجات. هوريكم الدرجات بتاعتها عامله ازاي. دي الباليت رقم 2، هي منها درجات كتير، اللي معايا دي رقم 2، وبيجي الاربع الوان دول. من الاربع الوان دول كل حاجه عماله تقع حواليها، بيختلفوا على حسب الباليت اللي انت جايباها. اخترت الدرجه دي عشان فيها ثلاث درجات بلاش حلوين، والدرجه دي تنفع كمان كبرونزر، فهستخدمها معاكم دلوقتي. والباليت دي اللي انا هعمل بيها اختلاف اكتر وتدي حيويه اكتر للبشره، عشان انا هستخدمها في اكتر من حاجه. اول حاجه هستخدمها كبرونزر بما اننا في الصيف وكده، فعايزه اخد زي نسبه لون، هي يا دوب حته واحده كده واكتفي بيها.
عشان خاطري هي بيجمنتد قوي بصراحه، فانا مش عايزه ان يبقى شكلها مأفور على بشرتي. بصوا هي دب واحده كده، والبروش اللي انا بستخدمها دي هي مكوره كده، بحس انها بتخلي شكل البلوش ألذ. استخدمي اي فرشه بلوش يعني، شوفي انت عايزه تعملي ايه واعمليه. هاخد بقى من نفس الدرجه كده تاني واحط منه از اي شادو عشان يديني لون كده فوق عينيا، واخترت اللون البني عشان بس يدي كسره كده للعين، لان انا عندي عينيا يعني مش مبطنه، هي جحظه شويه من حته، وعندي في حاجه كده شبه الورم، هي مش ورم بس مش عارفه هي ايه، طالعه لي من زمان كده رخمه قوي بتضايقني، بس الحمد لله كشفت الدكتور قال لي انها حاجه تمام يعني. المهم هفضي بس البلوش عشان مش هستخدم غير نفس الفرشه، هفضيها وبعد كده هختار بقى درجه بلوش. هختار الدرجه اللي هي الفاتحه دي بحيث انها تميكس مع البني وتدي بقى ايه ميكس لطيف يعني. وعلى المناخير كمان ممكن حتة على الدقن. تمام بصوا دي كده كانت الخطوات بتاعت الميك اب. انا طبعا ممكن اعمل يعني الفول ميك اب كله واعمل عينيا وحواجبي والكلام ده كله، بس انا عشان كنت عامله لكم فيديو ميك اب قبل كده ووريتكم انا بستخدم ايه هسيبه لكم في الديسكربشن، بس دلوقتي هروح اخلص المكياج اللي هو الباقي زي عينيا وحواجبي وارجع لكم بسرعه نكمل اخر خطوه اللي هي الروج. طيب دلوقتي انا عملت حواجبي كده، عديت عليها بس بالباودر وحطيت الايلاينر والماسكارا. اخر حاجه بقى هستخدم الروج بتاع تشاو. لطيف قوي، هي بس مشكلته الوحيده درجته بتاكسد ساعات حاجه واحده كده، درجه واحده وبيغمق اكتر ما هو غامق. هو درجه معايا دي رقم واحد، اللون البني اللطيف قوي ده عشان انا عاشقه الالوان البنيه. هحطه وعايزه اقول لكم انا كنت عامله لكم فيديو كامل عن كل درجات الروج النود والبني، هبقى اسيبه لكم في الديسكربشن بوكس، وهعمل لكم كمان واحد تاني جديد فيه درجات بقى جديده. انا طبعا بحطه وانا مش شايفه، حاسه ان انا زي عبله كامل وهي بتحط مكياج، ماشي عشان انا مش شايفه مش عايزه الغوص يعني. ده كده شكل الميك اب. ثواني بقى اشيل البنسل، يعني شعري عايز يتغسل النهارده بس عشان يعني النهارده يوم اجازه فاغسله بقى ان شاء الله. ده كده شكل الميك اب على وشي. تمام اتمنى ان انتوا تكونوا شايفين. ثواني بقى البس لكم النضاره عشان نضارتي هي سر اناقتي، بتخبي اي كوارث كونيه انا عملتها في وشي. الشمس عماله تروح وتيجي يعني سبحان الله. بصوا ده كده هيبقى شكل الميك اب في الاخر وشكل البشره، تحسي ان انتي مش حاطه حاجه وفي نفس الوقت شكلك بقى احسن وشكلك فايق اكتر. فاتمنى يكون الميك اب عجبكم وعرفتوا ازاي تستخدموا الكريم بتاع فيرن لوفلي بشكل كويس، وازاي تحافظوا على بشرتكم لو انتوا مضطرين تحطوا ميك اب وفي نفس الوقت مش عايزين تحطوا كتير او تحطوا حاجات تضر بشرتكم. فبس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم الفيديو اللي جاي. الشمس كانت عماله تروح وتيجي فقلت احاول اوريكم الميك اب كده وانا يعني شايله الشمس، مش عارفه شايله يعني ايه شايله الشمس، بس يعني ده شكل البشره. تمام قلت ان انا اقفل النور واشوف يمكن الدنيا تبقى اوضح في الاخر، على الاقل النتيجه والخطوات انتوا خدوها بالاحساس كده من الفيديو. فايه تمام بالنسبه لكم؟ اوكي حاسه ان انا شكلي عبيط قوي كده، يا رب يكون بس يعني المونتاج سهل عشان انا نهيت الفيديو وبعدين قلت لا طب ما انا اروح اصور كده هشوف هعمل ايه يعني. بس فده كان شكل الميك اب. اوكي باي.